زوجتك. كان الواحدة مش المفروض تخلف غير بعد جوازها بثلاث سنين. ليه عليك اقساط ولا ايه؟ حقنة دي ولا مصروف الصرف صحي؟ عمو عمو ده هناك يا تافه. اما جيدك فهي حرم الاستاذ حسام مجبوري. حرم مين؟ حرم الاستاذ حسام. انه راجل بيتنجل متجوز. كان يوم اسود لما جوزت بنتك. حسام اتجوز افريقية؟ ماسك فروة ارنب ويقول لك اسيب الجواز وعدل. امك عايزة تخرب علينا.